هاد القضيه ديال الطلاق، السكن، المعيشه، بزاف د الحوايج كاينين، كاين مشاكل كثار ما كاينش تفاهم، الخلافات العائليه متطلبات ديال المراه دابا بزاف. اما المراه ما كتتفقش مع الراجل، اما الراجل ما كيتفقش مع المراه. اكثريه الناس اللي كتعرفوا على واحد شهرين ثلاث شهور شنو هو كيكون داك الزواج ديال الزربه صافي وكله كيشد طريقه. الاغلبيه كتشوف متطلبات بزاف، متطلب كاين اللي كتطلب لك تسكن بوحدها، كاين اللي كتطلب لك خصك تكون عندك امكانيات الدار الطوموبيل، باغا الدار بوحدها وباغا باغا طوموبيل باغا تعيش باغا. الجيل ديال دابا ما قادش على المسؤوليه، ودابا الشباب اللي يحل المسؤوليه على المراه، خصها تخدم خصها تصرف عليهم. خاص المراه ما يكون الراجل طالع، خاص المراه تهبط باش كتكسبه. اشنو تكسب؟ تكسب الحب ديال الراجل والحب ديال الدراري الصغار. الخلافات الماديه هذه دي اكثر حاجه بتسبب الطلاق، يعني خصوصا المشاكل العائليه، الحموات، الكلام ده كله هي دي اللي بتسبب الطلاق.